بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. معكم أحمد العربي من مديرية مايكروتك أفريقيا وجروبنا على فيسبوك مايكروتك أفريقيا. بنرجو من الأعضاء انضمام للجروب وعمل مشاركة المديرية كي يشاهدها الأعضاء الجدد. شرحنا إن شاء الله النهاردة شرح مهم جدا جدا هيهم جميع الأعضاء في مصر والوطن العربي، خاصة الأعضاء اللي بتعاني من مشاكل في الراوتر بورد من شركة مايكروتك. شرح اليوم حل مشكلة عدم استجابة الراوتر بورد الـ RB750 GR3 لصفحة الهوت سبوت ومعرفة المشكلة والحل بناء على طلب اعضاء جروب مايكروتك افريقيا والمدونه الكرام. يمكن انتشر على جروب مايكروتك افريقيا الفتره الاخيره على الفيسبوك مشكله عدم استجابه الراوتر بورد 750 جي ار 3 لصفحات الهوت سبوت. تعالوا نشوف النهارده يا شباب المشكله ونشوف الحل بناء على طلب الاعضاء الكثير في تعليقات المدونه، وهي مدونه مايكروتك افريقيا. اول شيء طبعا اتكلمنا عن حل المشكله في الراوتر بورد 750 جي ار 2. زي ما انتم شايفين النهارده هنشوف الحل على الراوتر بورد العبقري والجميل، وهو الاعلى من الراوتر بورد ال 951 في الرام والبروسيسور، وهو الراوتر بورد طبعا الموديل ار بي 750 جي ار 3 من الراوتر الجميله جدا جدا اللي تقدر تشتغل عليها دمج وتوزيع، ويمكن شرحناها في فيديوهات ماضيه على مدونه مايكروتك افريقيا في قسم شروحات مايكروتك. هنشوف النهارده يا شباب المشكله ونشوف الحل بطريقه بسيطه وسهله، وهنجرب بعض صفحات الهوت سبوت. واول شيء زي ما انتم شايفين بندخل على الاي بي هوت سبوت. عند طبعا تفعيل او نعمل سيت اب لهوت سبوت بيظهر معانا بعض الملفات اللي موجوده معانا في قائمه الفايل ليست. زي ما انتم شايفين اللي بيظهر الملف اللي موجود معانا هو ملف الفلاش، زي ما انتم شايفين كده يا شباب هو ملف بيكون وحيد بس او موجود طبعا ايتمز واحد في قائمه فايل ليست. عند تنصيب او عمل سيت اب للملف الهوت سبوت هتشوف بعض الملفات اللي بتظهر معانا زي ما انتم شايفين حاليا كده. بنبدا نكتب الموقع اللي موجود او نقول لاسك او بيست زي ما انتم شايفين كده، هيبدا يظهر معايا الملفات اللي موجوده بصفحه الهوت سبوت الحاليه طبعا، ونبدا نعمل لها تحديث على نفس الاي بي بتاعنا اللي هو 10.0.0.5 زي ما انتم شايفين كده. بيبدا يدخل معاك على صفحه الهوت سبوت اللي هي بتكون الافتراضيه لرواتر مايكروتيك او نسخ الكيسه زي ما احنا شايفين وعارفين. طيب هندخل تاني على صفحه الهوت سبوت اللي موجوده معانا في قائمه الفايل ليست، والموضوع بسيط جدا جدا وسهل، وهو بتعمل ايه؟ بتعمل ديليت للملفات اللي موجوده معايا بكل بساطه. لو عاوز تشغل على الهوت سبوت اللي انت مثلا عاوز تحددها او موجود عندك في اي ملفات، هوت سبوت خاصه بشهر رمضان المبارك بالعيد، اي هوت سبوت جميله، بتبدا تجيب صفحه الهوت سبوت زي ما انتم شايفين كده يا شباب وتبدا تسحبها داخل ملف اللي موجود اسمه فلاش. طيب هننتظر لحظات ونبدا نعمل تحديث للصفحه اللي موجوده معايا. طيب بدا يرجع معايا لصفحه الهوت سبوت اللي انتم شايفينها طبعا عيد مبارك، وزي ما انتم شايفين تاني لو انا عاوز ارجع للهوت سبوت بتاعتي الاصليه برجع ايه امسح الملفات تاني وبنتظر لحظات وبرجع ادخل اعمل تحديث للصفحه اللي موجوده معايا، بيرجع على الوضع الافتراضي لصفحه الهوت سبوت. طيب انا عاوز اعمل صفحه هوت سبوت غير اللي احنا عملناه اول واحده ديت، او عاوز ارفع صفحه هوت سبوت بيكون فيها مشكله. طيب المشكله بتاعتنا هنبدا نشد صفحه الهوت سبوت تاني داخل ملف الفلاش زي ما انتم شايفين كده يا شباب، وهنتظر ويتم تحميل صفحه الهوت سبوت اللي موجوده معايا. هعمل تحديث للصفحه وزي ما انتم شايفين نفس الصفحه الافتراضيه اللي بتبقى موجوده على الراوتر بورد. ان شاء الله هنشوف الحل يا شباب، وهو تعديل صغير. في بعض الناس بتكون كاتبه صفحات الهوت سبوت طبعا بتكون باسماء او بتكون عاملاها هوت سبوت هنا كاتباها بحروف كابيتال، فدي بتكون المشكله. طيب لو احنا عملنا طبعا تعديل وشلنا رقم واحد طبعا بعد حرف التي زي ما انتم شايفين من على صفحه الهوت سبوت مش هتتعدل معايا، ليه؟ لان فاتح طبعا المايكروتيك موجود معايا. طيب هنبدا ناخد صفحه الهوت سبوت معانا تاني يا شباب، اهو هنبدا نرجع على الصفحه اللي احنا عدلناها، اهو بدانا احنا نعدل الصفحه ديت اهي كانت هنا مكتوبه بحرف الواحد. هنبدا نرجع تاني هنسحبها داخل ملف الفلاش اللي موجود معانا، هننتظر لحظات ونبدا نعمل تحديث تاني للصفحه. بدا يرجع للصفحه اللي احنا عاوزين نختارها او اللي موجوده على سطح المكتب. هندخل تاني نشوف المشكله معانا ونشوف الحل. طبعا هبدا امسح كل الموجود او الملفات اللي موجوده دي بتتمسح تلقائي يا شباب. اللي بيكون فاضل معايا وهو ملف الفلاش، تمام؟ طيب تعالوا ندخل نجيب صفحه هوت سبوت يمكن متعدل عليها تاني علشان نبقى عارفين المشكله. ممكن نعدل على دي كده نخليها مثلا هنا رقم 2 ونيجي نسحب الصفحه تاني ندخلها هنا زي ما انتم شايفين كده، او نسحبها داخل ملف الفلاش، تمام؟ هننتظر لحظات ونشوف الصفحه. طبعا بعد نزول الصفحه تيجي تاني تعمل تحديث هيكون على الملف او الصفحه الافتراضيه اللي بتكون على الراوتر بورد. دي حل المشكله بكل بساطه. في بعض الرواتر بورد بقت الاتش اي اكس سيريز دي بتحمل طبعا بيكون داخل ملف الفايل ليست،
بيكون عندنا كلمه فلاش، تمام. انما في بعض الراوتر زي 750 جي ال او جي او 2011 3011 عندنا الفئات دي بتكون تسحب الهوت سبوت او تمسح الملفات اللي داخل طبعا الفايل ليست، وهتتمسح كلها معاك الا طبعا ملف الفلاش في الاصدارات اللي قلنا تحمل طبعا الاتش اي اكس سيريس. طيب، تعالوا ندخل نشوف التعديل ونشوف طبعا تحديث الهوت سبوت ولا الدموع. طبعا هترجع للصفحه الافتراضيه، لو احنا عملنا تعديل تاني على الصفحه اهوت هنبدا نشيل حرف التو ده او الاثنين دي، هنبدا نقفل الوين بوكس بتاعنا الجميل. تعالوا كده نقفل الوين بوكس الجميل ونبدا ندخل تاني على الصفحه، هنعمل التعديل بتاعنا علشان تبدا ان هي تقبل معايا التعديل. هندخل تاني اهوت على المايكروتيك، هنيجي هنا في قائمة الفايل ليست، هنسحب صفحة الهوت سبوت داخل ملف الفلاش، هننتظر لحظات صغيرة لما يتم الانتهاء من الرفع. هننتظر مع بعض يا شباب. الموضوع بسيط وسهل جدا جدا علشان الأعضاء اللي هي عارضة المشكلة على الجروب أو بتسأل في مشكلة صفحة الهوت سبوت. يمكن هي ما تمتش للنهاية على ما أظن، زي ما قلنا لكم اهو دي بعض المشاكل زي ما اتكلمنا عليها، وهي عدم يعني اللي هو مشكلة الأورو 404، هي عدم نزول صفحة الهوت سبوت كاملة. دي من المشاكل اللي بتواجه الأعضاء، فعلشان نبقى فاهمين الدنيا ماشية ازاي هنعمل فتح للمايكروتيك. ممكن بعد كده نقوم ماسحين الملفات دي خالص علشان نريح نفسنا، نبدأ نرفع طبعا الصفحة من الجديد علشان ايه المساحة أو الفلاشة الخاصة بالراوتر بورد. احنا رفعنا بعض الصفحات ورا بعض كده زي ما انتم شايفين. هقفل المايكروتيك تاني، هبدأ أدخل عليه زي ما انتم شايفين. هنيجي اهوت نجيب صفحة الهوت سبوت نسحبها تاني داخل ملف الفلاش، هتلاقي طبعا موجود معايا سرعة في الرفع زي ما انتم شايفين، وتبدأ الملفات تنزل في لحظات بسيطة زي ما احنا شايفين الملفات اللي موجودة، أو حجم الكيلو بايت هو 3587. هننتظر لحظات ونبدأ نعمل تحديث للصفحة، تفتح معانا إن شاء الله بدون أي مشاكل. دي بعض المشاكل اللي بتواجهنا، هنبدأ نعمل مشكلة الإيرور، هنبدأ نعمل تحديث. زي ما انتم شايفين بدأت تنزل معايا الصفحة في لحظات بسيطة. يا ريت تكونوا استفدتوا من حل المشكلة والشرح. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.